أسعد الله أوقاتكم أعزائي الطلبة. بسبب الكثير من الاستفسارات على موضوع الفورم، تمام، فتم تسجيل هذا الفيديو من قبلي عشان توضيح كيفية تصميم الفورم الخاصة بالتسجيل بالأكاديمية. في حال ما تصممت بهي الطريقة رح يتم رفضه. طبعا مجرد احنا ما فتحنا الفورم اللي وصلتكم، تمام، ولا يفضل الكل يشتغل على لابتوب، ما حدا يشتغل على موبايل لو سمحتوا. اول خطوة هنكبس فقط على المربع ضغطة واحدة وحنبلش كتابة. هون حنحط اللاست نيم اللي هو الكنية، هون حنحط اسمك الاول اللي هو فيرست نيم، هون حنحط الميدل نيم اللي هو اسم الاب. بهي الحالة احنا خلصنا اول شيء الاسماء. الادرس هون حنحط الادرس تبعك وين موجود انت، هون حنحط السيتي باي مدينة انت، هون رح نحط الايميل الخاص فيك. هون رح نحط تاريخ الميلاد، هون رح نحط شو اللاست ديجري اللي حاصل عليها انت، مثلا هاي سكول على سبيل المثال. education of career objective شو المجال اللي انت حابب فعلا تتعلمه، فرح تروح كاتب لي اياه، مثلا programming على سبيل المثال او cyber security، تمام. حتروح انت هون مثلا تحط اي شيء بدك، networking رح تحطه بهي الطريقة. student id محطوط باللون الاحمر حتخليه فاضي. رقم موبايلك حتحطه 963، وحتحط رقم موبايلك. جي بي اي اذا ما عندك جي بي اي، يعني انت ما لك خريج لا جامعة، واذا انت ما لك خريج جامعة او ما لك خريج معهد، يعني انت طالب بكالوريا، فحتحطه 00.00، تمام. غير هذا الكلام اذا انت طالب موجود جامعي معك شهادة جامعية، فحتحط لي معدلك مثلا 75.52 او 25، تمام. فبكون هيك عبينا المعلومات بشكل صحيح. نجي لهون، ما عندك شيء تكتبه، اوكي حنكتب نن. ما عندك هون شيء تكتبه، حنكتب نن. ما عندك هون شيء تكتبه، حتكتب نن. عندك شيء تكتبه اكتب عادي، يعني ما في حدا، ما في عندك اي مشكلة. تاني شيء بنحط الاسم first middle last بهي الطريقة. هون بنحط تاريخ اليوم اللي انت كريتت فيه الملف، فبينزل لحاله لتحت بناء اذا حاطه انت صح. بيطلع لنا بهي الطريقة. طيب السايجنتشر، السايجنتشر اللي نحطه هو عبارة عن صورة. حنفوت على المتصفح على الموقع اللي انا بعت لكم اياه، الاونلاين سايجنتشر، حيفوت هو عنا الويب سايت بهي الطريقة، تمام. draw signature او typing signature، فحنفوت على draw signature، تمام. حنختار اللون الاسود، حنروح عاملين اي توقيع بدكم اياه، تمام. فحيطلع عنا بهي الطريقة. رح نروح حاطين save، حنختار transparent background، بعدين نضغط على داونلود، فرح يتحمل عنا سايجنتشر، تمام. بهي الطريقة تحمل عنا السايجنتشر يلي احنا سويناه، تمام. طيب هنروح على الفايل اللي احنا حاطين فيه ملفاتنا اللي هي الاي دي فرونت، بدها تطلع بهي الطريقة، تمام. يعني ما حدا يصور لي خارج الاطار الهوية، حاول قدر المستطاع جيب الهوية فقط لا غير، تمام. بهي الطريقة هي اي دي تك، هي الفرونت، هي الباك، وهي السيرتيفيكيت برضه بنفس الطريقة بتطلع بهذا الشكل، تمام. بالإضافة للتوقيع بيطلع ترانسبرنت بلا خلفية، تمام. فرح يطلع عنا هدول هن الأربع ملفات اللي احنا لازم نرفقهم بملف الوورد. حنفوت على ملف الوورد، نضغط محل كلمة سايجنتشر، نروح ماسكين السايجنتشر وحاطينه بملف الوورد، فرح يطلع بهي الطريقة هو، تمام. ما بنخليه هيك، نكبس عليه كبس الزر اليمين، تمام. ثواني بس،
هنفوت على البوزيشن ونحط له فرونت اوف تكست. هنحط له فرونت اوف تكست، فراح يطلع عنا التوقيع بهذا الشكل. هنمسك التوقيع، نصغر التوقيع ونحط التوقيع هون على الشكل التالي مثل ما ظهر معنا بالضبط. تمام. طيب هنفوت هلا حاليا على الاي دي فرونت. هنمسك الاي دي فرونت ونحطها هون، هنفوت نكبس عليها كبسة بزر اليمين، نختار بيكتشرز، نفوت على اللاي اوت والفرونت اوف تكست، نصغرها بحيث شو تتناسب على حجم الاطار. بهي الشكل احنا حطينا الاي دي فرونت. بدنا نحط الاي دي باك، نمسك الاي دي باك ونروح بنحطها، هتطلع عندي هون. هروح ماسكها بيكتشرز لاي اوت ان فرونت اوف تكست، هنروح ماسكينها حاطينها محل الباك. بنحاول نخلي دايما شغلنا مرتب بحيث احنا اذا بدنا نقدم الملف لاي جهه يطلع بهذا الشكل. فطلعت عندي انا الاي دي فرونت الاي دي باك، برضه السيرتيفيكيت نفس الشيء. بنصغر شوي الواجهه تبعنا، بنمسك السيرتيفيكيت بنروح حاطينها هون. فرح نشوفها نزلت هون هيك صغيره، ما في مشكله، نكبس عليها بيكتشر لاي اوت ان فرونت اوف تكست، هنمسكها حطها هون. هنروح ماسكينها للسيرتيفيكيت، بنفس الوقت مكبرينها على مقاس الاطار تبعنا بحيث تغطي مستوى الاطار، فراح تطلع عنا طبعا بهذا الشكل. فهيك بنكون احنا عملنا ملف التقديم على الأكاديمية. طبعا بعدين فايل بتاخد سيف اس وتحطه على اي شيء بدك اياه، على بروفايل مثلا، اي الفولدر تبعك بتسميه باسمك فيرست ميدل لاست، طبعا بتسيفه دوت دوكيومنت. فبصير عنا طبعا بهي الطريقة، وإذا فتحناه بيطلع بقى بطريقة مرتبة، طريقة الواحد إذا شاف الملف بيقدر يعرف شو المعلومات المكتوبة فيه. بتكون صورة الهوية واضحة front and back، وعنا صورة السيرتيفيكيت. بهي الطريقة لازم يتم عمل ملف التسجيل على الأكاديمية. تمام، هيك الطريقة الصحيحة. وشكرا جزيلا لكم جميعا.